بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اترك الكتاب، التليفون، القلم. اخواننا، نحن نريد، لا يلزم ان نختم كتاب التوحيد، لا يلزم، لكن نريد نتصور، نفهم هذا الكتاب. لماذا العلماء رحمه الله تعالى كانت لهم عناية خاصة بهذا الكتاب؟ ما الذي فيه؟ ممكن بعض الناس يعني جاهل مركب يأتي يقرأ الكتاب يقول هذا الكتاب ليس فيه شيء. فنحن نريد أننا يعني ندرك إدراك يعني سريع لهذا الكتاب. لا يلزم أنا نختم الكتاب، لكن نريد يا أخي الآن نتكلم، أترك كل شيء، قرب علينا، تقدم. نريد نتصور هذا كتاب التوحيد، ما هو؟ ما الذي فيه؟ كيف نشرح الكتاب؟ كيف نفهم الكتاب؟ لو فهمنا هذا الشيء، هذا يكفينا في الدرس. طيب، فأترك الأشياء كلها، وإن شاء الله تعالى سنعيد الكتاب موجود فيه يعني ما نذكر. أنا ليس عندي علم، أنا فقط أريد أتذاكر معكم. طيب، نعم. أولا، قبل أن نبدأ بدراسة هذا الكتاب، نسأل لماذا ندرس التوحيد، وهذا قد تقدم معنا. حق الله على العبيد، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا موحد، استقرار الأمن، هداية، طمأنينة، حلاوة الإيمان، سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات، تكثير السيئات.